ما بين الهواية والشغف، اختتمت أيام ورشة تقنية الألوان المائية بمعرض فني أقامته مديرية الثقافة بالتعاون مع دار الأسد للثقافة ومركز الفنون التشكيلية لأول مرة، وشارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين المتخصصين إضافة لحضور طلاب مركز الفنون التشكيلية. تقنية الألوان المائية موجودة، لكن أول مرة بيكون في شيء تخصصي بهي التقنية. يعني ملتقياتنا أو ورش عملنا عم تكون تصوير زيتي واستخدام مادة الإكريليك، أما تقنية الألوان المائية فهي كانت تخصصية بهي الورشة، استمرت على مدى 3 أيام، كان في معنا أسماء كبيرة من فنانين محافظة لاتخية، بالإضافة للحضور طلاب مركز الفنون التشكيلية كل يوم على مدى 3 أيام، حتى يعني نحاول قدر الإمكان نوصلهم استفادة لأكبر شريحة من طلابنا، يكتسبوا الخبرة اللازمة للانطلاق بحياتهم الفنية. الفن بالنهاية هو شكل من أشكال الوعي الاجتماعي الذي يعكس صورة وفكرة هذا الإنسان من خلال رسمة في عبر لوحة، أو من خلال تذوق لوحة معينة، من خلال كل هذا. طبعا نحن نقدم ضمن الإمكانيات المتاحة لنا بعض ما يساهم وما يساعد وما يخفف من عبء تحمل قد يتحملها الفنان خلال رسمه. كتير كنت سعيدة بهالمشاركة، لأنه بالحقيقة الحياة بتاخذنا والتدريس بياخذ وقت كتير، فبهالمشاركة اضطريت أني أقعد، أو كنت مبسوطة أني أقعد وشارك واشتغل بالمائي. وبالحقيقة جمعتنا مع بعض كتير مفيدة لإلي وللجميع، لأنه بتحفز وبصير واحد بيشوف أساليب تانية. تجربة كتير حلوة، هيك رسمنا بفرح بسعادة، ألوان بتعرف المائي كلها شفافة، كانت المواضيع كمان كتير هيك بسيطة والألوان خفيفة وناعمة. شاركت بالبورتري وبالطبيعة الصامتة، تجربة فريدة يعني تطرح لأول مرة في سوريا. شغلة تانية يمكن البعد الثقافي أو الاجتماعي أو الوجداني لهيدي ورشة العمل، الحقيقة هي لا يمكن تطبيقها أو تحقيقها إلا ضمن المؤسسات الثقافية اللي هي تعنى بهذا الموضوع. المعرض جاء بعد ورشات عمل شكلت مساحة لتبادل الخبرات الفنية، ولتكون خطوة هامة في اكتساب الطلاب مهارة الرسم بتقنية الألوان المائية، لتكون البوابة لمعارض تحمل بصمتهم المنفردة في هذا المجال.